والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. أعظم الله مصابنا بالإمام الحسين ورزقنا الله طلب ثأره مع إمام هدى ظاهر بالحق. أطلقت جمعية التوعية الإسلامية ضمن باكورة مشروع عاشوراء البحرين لهذا العام شعار عاشوراء تلاحم وتراحم. عاشوراء التراحم ذلك الإشفاق المنبعث من صفة الرحمة نراه تجلى في ثورة كربلاء. في بكاء الإمام الحسين عليه السلام على من يحاربونه، وحين يسأل الإمام عن هذا البكاء يقول بتلك الرحمة المشبعة بروح الشفقة والانكسار: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بقتلي حتى مع أعدائه لديه رحمة. أما أهداف هذا الشعار وما ينبغي أن يعيشه المسلمون في حركتهم أفرادا وزمرا يمكن إجماله فيما يلي: لتحقيق بعض مكتسبات التلاحم والتراحم استيحاء من عاشوراء الحسين عليه السلام. فينبغي على الفرد أن يتفكر فيما للفرقة والتشرذم من فائدة للخصم وتحقيق لغاية الإضعاف، أي إضعاف الفرد، وأن يبني علاقته وفق قاعدة التلاحم مع إخوانه في إطار المبدأ والقيم الإسلامية والإنسانية. فعلينا يا إخوان أن نفقأ عين العدو بوحدتنا في المأتم والمسجد بصلاة الجماعة والتعليم الديني وكل مؤسسات القرية بعيدا كل البعد عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة. ثانيا، أن يبني علاقات إنسانية مع إخوانه ومع الآخرين في الإطار الإنساني الواسع. قد أترشح ضدك في الانتخابات وتفوز وأخسر، ولكن هي مجرد تكليف للفائز بقيادة جانب في المؤسسة، ودور للخاسر للدخول في إحدى اللجان أو المعارضة أو العمل كمعارضة بناءة لمراقبة عمل الإدارة، وكل يكمل الآخر. ثالثا، أن يتضامن مع الآخرين من الأقرباء إلى الجيران وأهل البلد من يحتاجون للدعم المادي أو العلمي أو الرعاية. أي حاجة لأخ لك تعلم عنها عليك بالسعي لرفعها إن استطعت بشكل مباشر أو غير مباشر. يتمثل التلاحم في أجلى صوره. دعونا نعمل كما يقول الحديث النبوي الشريف: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنكون في قريتنا ناظرين لحاجات بعضنا لنسدها كأنها حاجات أنفسنا، وهذا جزء من دور كبير على المؤسسات والأفراد. أما ضمن أهداف الشعار شعار عاشوراء تلاحم وتراحم تقع على المجتمع الإسلامي، أولا أن يتفكر فيما للفرقة والتشرذم من فائدة للخصم وتحقيق لغاية الإضعاف، وأن يقضي على أي مظهر من مظاهر الاحتراب الداخلي. يا إخوان، نحن مسؤولين عن المجتمع. إن حصل حالة احتراب داخلي نحن تقع علينا المسؤولية وعليه. هناك جهود فردية وجهود مؤسساتية تشكلت
عليها وبناء عليها لجان من المؤسسات ضمنها المساعي الحميدة وحل بعض المشكلات هنا أو هناك، فلنكن المبادرين لحل مشاكل القرية سواء كانت تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر، ففي حلها فائدة وربح للمجتمع في القرية. ثانيا، أن يؤسس المجتمع للحوارات المنطلقة من أساس الدين الذي يؤسس لاحترام الإنسان وتكريمه وعزته. الدين هو أساس المجتمع، فعلينا أيها الأحبة ترسيخه في النفوس من أصغر أسرة وصولا للمجتمع. لهذا خرج الإمام الحسين لتجدير الدين، للابتعاد عن الإسلام اليزيدي، وأن يري الناس المسلمين الإسلام المحمدي الناصر. فنحن بتمسكنا بالدين نكون خير أمة، وعليه لا بد من دعم مؤسسات التي تهتم بالشأن الديني، وأولها مؤسسة التعليم الديني في القرية، ندعمها بكل الطاقات المطلوبة. فهذه المؤسسة مصنع الأجيال، إن قويت أصبح المجتمع في خير، وإن ضعفت أصبح المجتمع بعيدا عن الدين. نرى أن هناك عزوف كثير عن العمل في هذه المؤسسة، وطبعا لظروف طبيعتها، فعلينا الدعم بما نستطيع، الدخول في لجانها، في مؤسستها، بالإدارة، بالدعم المادي، ستكون قوة لقوة المجتمع. وكذلك في الشأن الديني يتمثل لدينا مؤسسة المأتم، فنحن بمأتمنا الموحد البعيد عن النزاعات أقوى، هذا خصوصا مع قرب انتخابات إدارة المأتم في 12 من المحرم هذا العام، والتي نرجو أن يصل للإدارة الأصلح ليكون الفائز محققا لرؤى وتطلعات الحسين، والخاسر نرجو أن لا يكون خارج دائرة العمل، أن يكون الخاسر داعما يكون في المؤسسة، في المؤسسة، مؤسسة المأتم ضمن اللجان أو المعارضة البناءة. إن لم تستطع أن تكون في اللجان، نرجو منك أن تكون أشبه بحكومة الظل التي تدعم الإدارة وتدعم المجتمع لتراقب وتقيم وتشرف. ولذلك لا بد لنا من التأسيس لآلية تجمع أو تجمع كل مؤسسات القرية في كيان واحد من أجل وحدة وتلاحم القرية والبعد عن الفرقة. ثالثاً، أن يتضامن لدعم أبنائه، أن يتضامن المجتمع لدعم أبنائه دعما ماديا وعلميا ورعاية معنوية وأسرية. وهذا دور للجمعية الخيرية الاجتماعية التي لها الفضل في الدعم المادي للمحتاجين، ولا بد لها من وضع تعليم الأبناء في سلم أولويات الجمعية، والعمل على وضع برامج تهدف لتخرج أبناءنا من الجامعات ليكونوا جيل القرية الذي يبني الأسر القوية في كل الأصعدة، وهي ضمن هذا المسار، لكن نرجو أن تكون بخطى حثيثة وسريعة لكي ننتشل الكثير من المشاكل ضمن هذا المضمار. أخيرا، ضمن الشعار ما يتعلق بالأمة بشكل عام، فينبغي أن تدرك الأمة، كل الأمة الإسلامية، أن تلاحم الشعوب الإسلامية يمثل شوكة في عين الاستكبار. نسعى أو تسعى جاهدة لبناء قدراتها بالتعاون مع بعضها والخروج من عباءة المستكبر. ثالثا، الخروج من حالة الاستضعاف السياسي والإنساني والعلمي. اسمعوا أخواني الطلبة، يجب علينا رفع أنفسنا بالعلم أنه سلاحنا في هذا الوطن. لكي نرتفع لابد أن نجتهد في علوم الدينية والدنيوية كلاهما على حد سواء، الاستضعاف السياسي والإنساني والعلمي إلى التقدم الإسلامي الحضاري. هذه الليلة ليلة الوحشة لبنات الرسالة،
كنا في عز فصاروا هذه الليلة في ذل، وتم أخذهن سبايا على أقتاب المطايا يزجرهن الحادي. توقف القدام رحم الله والديك اللي في الوسط بقدم الفرام، وتم أخذهن سبايا على أقتاب المطايا يزجرهن الحادي. تتقدمهن رؤوس الأحباب على رماحهم طوال، حتى صرنا لا يرفعن رؤوسهن لكي لا يتذكرن ساعات المصيبة التي مرت عليهن. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى فخر المخدرات زينب أبد الآبدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.